اهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف رسالة شيرين عبد الوهاب للفنان توفيق عبد الحميد بعد أن باع تحويل سيارته لتاكسي. تعالوا نعرف باقي تفاصيل الخبر ده. علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تفيد بأن الفنان توفيق عبد الحميد قد لجأ إلى تحويل سيارته الملاكي إلى سيارة أجرة نظرا لظروفه المادية المتعثرة حاليا، بعد نفي الفنان القدير لكل ما تردد في هذا الشأن. أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بهذا الرد واطمئنانها عليه بأنه بخير وليس صحيحا ما نشر عنه، لتكتب عبر حسابها على تويتر: أستاذ توفيق عبد الحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام وفنان عظيم، قلقتنا عليك والحمد لله إننا اطمنا عليك، ويا رب دايما ما تكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير. كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء تفيد بأن الفنان توفيق عبد الحميد قد لجأ إلى تحويل سيارته الملاكي إلى سيارة أجرة نظرا لظروفه المادية المتعثرة حاليا، لكن الفنان عبد الحميد نفى بالأمس كل ما يتعلق بهذه الشائعات موضحا أنه بخير الآن، لافتا إلى أنه بالفعل فكر في عام 1990 في تحويل سيارته الملاكي إلى أجرة بسبب مروره بضائقة مالية، ولكن سيارته كانت موديل قديم فلم يستطيع إتمام الأمر وقتها، أما الآن فلم يفعل ذلك وأموره مستقرة بفضل الله. يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد تسلم مؤخرا تكريما في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح وبكى أثناء تسليمه، وكان آخر أعمال الفنان عام 2010 مشاركته لبطولة مسلسل سي عمر وليلى أفندي مع الفنانة دلال عبد العزيز وهالة فاخر وتأليف وإخراج محمد نبيه. طبعا يا حبيبي في فعلا شائعات، الفنانة ياسمين صبري قد طلعت قالت يعني إن الفنان توفيق عبد الحميد يعني بيعاني من أزمة وضائقة مالية وحول سيارته الملاكي لسيارة أجرة حاليا يعني، بس طبعا هو كده يعتبر إن هو أحرج الفنانة ياسمين صبري، وطلع قال لها الكلام ده مش مظبوط، مين اللي قال لك حاجه زي كده؟